السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة من الجزائر. فيديو تاع اليوم باش نردوا على محلل تونسي اللي تكلم على المنتخب الجزائري وعلى جمال بالماضي، باش نردوا عليه على افكاره، مش عليه هو كشخص بل على افكاره، وناقشوا افكاره هو كشخص. ما عندناش معاه مشكل، ولكن انا شخصيا عندي مشكل مع افكاره اللي هي بالنسبة لي خاطئة تماما وما تتطابقش مع المنطق. الى انا كنت غلط في كلامي اللي راح نقوله، صلحوا لي، قولوا لي في الفيديو في كومنتار باش انا نستفاد وانا نصلح من روحي، والى انا صحيح قولوا لي في كومنتار. كل حب والاحترام ونحترموا كل الاراء. جيب توا لتزاير، تزاير بور موا سي با ان فافوري. علاش سي با ان فافوري؟ خاطر هذه جمعيه منفوخه اعلاميا، معناها صحيح عامله 34 ماتش فهمتني سكسيسيف ما غير ديفيت، اما تحس اللي الجوارات غروا شويه. يعني هنا واش قال لك هو؟ المنتخب الجزائري منفوخ اعلاميا. ومن بعد واش قال؟ صحيح انها دارت 34 مباراة بدون هزيمة، ولكن تحس اللاعبين تغروا شوية. المنطق غير موجود هنا في هذه الجملتين اللي قلتها في هذه اعطيني جملة مفيدة. كلمة منفوخ اعلاميا على من تقال؟ انا باش نصلح لك هذا المصطلح باش تعرف تحطه في مكانه اللازم. المنفوخ اعلاميا احنا كنقولوا لاعب منفوخ اعلاميا هو اللاعب اللي يقولوا عليه الصحافة تكلم عليه انه نجم، انه احسن لاعب في العالم، ولكن يدخل ارضية الميدان ما يقدم ولا شيء. هذا لاعب يسمى منفوخ اعلاميا. ولكن المنتخب الجزائري قولا وفعلا يفوز بالنتيجة وبالأداء على كل خزوم اللي لعب معه، وكل مباريات المنتخب الجزائري اللي شاهدوها الناس كله مباريات متعة، مباريات فيها أهداف، فيها جمالية كرة قدم، منتخب يبدع في اللعب، يبدع في الهجوم، يبدع في الدفاع، عندهم لاعبين من خيرة اللاعبين. كيف تقول أنت أنه منتخب منفوخ إعلاميا وفي نفس الوقت متناقض في كلامك وتقول صحيح أنه المنتخب فاز 34 مباراة بدون هزيمة؟ يعني كيفاش انه منتخب منفوخ اعلاميا، يعني هو منتخب ضعيف هذا حسب كلامك، ويفوز 34 مباراة بدون هزيمة؟ وركز معايا على شكون هاد المنتخبات وشوفهم معايا مليح شكون هاد المنتخبات. كما راك تشوف معايا هنا عندك الطوغو، عندك قطر، الطوغو 4-1 راحوا يروحوا، قطر 1-0 راحوا يروحوا، غامبيا، تونس 1-0، عندك بوراندي 1-1، مالي 2-3، عندك شكون؟ كينيا 2. هنا مع كينيا هنا بدات كاس افريقيا 2019 في مصر، هذه مباراه كاس افريقيا من كينيا وتبع معايا. كينيا 2-0 كاس افريقيا، السنغال 1-0. انك باش تفوز على السنغال بنجومها مستحيل انك تكون منتخب منفوخ اعلاميا. وباش تفوز على تنزانيا 3-0، وعندك غينيا 3-0، كوت ديفوار 1-1 كانت مباراة نار يا سلام ولا كلام، وزيد تفوز على نيجيريا 2-1 ومباراة اللي كانت في القمة. وما أدراك ما نيجيريا اللي هو من واحد من المنتخبات القوية في إفريقيا والمرشحة دائما بالفوز بكأس إفريقيا بحكم عندهم منتخب منظم، منتخب قوي طوب. وزيدك هنا انك تفوز على السنغال 1-0 في النهائي، السنغال فايز عليها في المرة الأولى وفايز عليها في المرة الثانية، تفوز مرتين على السنغال وتكون منتخب منفوخ إعلاميا، هذا جنون شوية صديقي. زيد تبع معايا بنين 1-0، الكونغو 1-1، الكولومبيا، كولومبيا بنجومها الكبار تفوز عليها بالأداء بالنتيجة 3-0. ماهوش منتخب منفوخ إعلاميا. زامبيا 5-0، بوتسوانا 1-0، نيجيريا 1-0. زيد اسمع معايا شكون؟ المكسيك تتعادل معاها بكل نجومها ودير معاها مباراة في القمة بالأداء والنتيجة 2-2، ماهوش منتخب منفوخ إعلاميا. زيد تبع معايا مع زيمبابوي 3-1، مع زيمبابوي مرة أخرى 2-2، مع زامبيا 3-3، مع بوتسوانا 5-0، مع موريتانيا 4-1، مع مالي اللي هو منتخب محترم جدا ومحترم قوي بالنسبة لي من أخطر المنتخبات اللي باش يكونوا في كأس إفريقيا الجاية 1-0، منتخب تونس في تونس في رادس 2-0 بالأداء بالنتيجة. المنتخب التونسي كان يتفرج على المنتخب الجزائري لا أكثر ولا أقل، مع جيبوتي 8-0، بوركينا فاسو 1-1، مع النيجر 6-1، مع النيجر مرة أخرى 4-0، مع جيبوتي 4-0، مع بوركينا فاسو 2-2، مع غانا
كان ينقصهم فقط الاخوه ايو تفوز عليهم 3-0. ماهوش منتخب منفوخ اعلاميا. كلام اللي قلته انت غير منطقي تماما. مستحيل منتخب يفوز بهذه النتيجه وبهذه النتائج وبهذا العدد من المباريات وتقول عليه منتخب منفوخ اعلاميا. ما ظنيت سوى عندك جنون او حبيت تتكلم فقط باش تتكلم لا اكثر ولا اقل. المهم زيد نوري لك واحد الحاجه وتبعوني نسمعوا كلام سيسيف ما غير ديفيت. اما تحس اللي الجوارات غروا شويه حتى في لي ديكلاراسيون نتاعهم اون معناها اروغونس كبيره برشا خاصه من المدرب نتاعهم. يل برين لي جون دو ولاو يحكيو برشا على روحهم. تقولش راهم يحكيو على البرازيل 82. راهو حبيت جوست نذكر اخواننا واصحابنا في الجزائر راهو ما عندهمش زيكو ما عندهمش فهمتني ولا مارادونا ما عندهم تيلي سانتانا فهمتني وجو ليشي والكات دو كات كومباني باش تهم متفاهمين. انا فاهمك واحد الحاجه الاخ التونسي وركز معايا بزاف. هنا ما عندناش دي سانتوس وما عندناش بيلي وما عندناش مارادونا وما عندناش دا وحنا ماناش برازيل. هنا يسمونا الجزائر. اول حاجه باش نرد على كلامك ومن بعد نرجع نتكلم على اللاعبين مغرورين وجمال بالماضي مدرب مغرور وتغرر، ولكن نتكلم على النقطه تاع البرازيليين كي انت جبتها احنا نهضروا عليها. المنتخب الجزائري فاز بكاس افريقيا الاولى بلاعبين جزائريين، فاز بكاس افريقيا الثانيه بلاعبين جزائريين. تونس فازت بكاس افريقيا بلاعبين برازيليين اللي هما دي سانتوس ولاعبين اخرين اللي كانوا برازيليين مجنسين جنسيتهم تونس باش يلعبوا بفضلهم باش قدرت تونس تفوز بكاس افريقيا الوحيده اليتيمه بها. تقدرش تتكلم هنا على كوره، ما تقدرش تتكلم على اسماء لاعبين سوى الجزائر في تاريخها او حاليا. اللاعبين اللي عندها او النجوم اللي عندها ما تقدرش تقارن تونس، بكل احتراماتنا للشعب التونسي واللاعبين التونسيين. عندك ماجر، عندك عصاد، عندك بلومي، عندك سرباح، مصطفى مرزقان، عندك لاعبين ما نقدرش نتكلموا في التاريخ، نتكلموا حاليا. عندك بالليلي، عندك محرز، عندك بن ناصر، عندك بن سبعيني، عندك بن رحمة، عندك فريد بولاية، عندك ادم والناس. شكون نسمي شكون نخلي؟ شكون نسمي شكون نخلي؟ ونزيدك معلومة الاخ التونسي انه تونس كانت حابة تجنس شكون اللي هو بغداد بونجاح وبليلي باش يلعبوا في المنتخب التونسي. نهار كان يلعب بالليلي في الترجي ونهار كان يلعب بغداد بونجاح في النجم الساحلي. تقدرش تتكلم على لاعبين جزائريين او مقارنة بين الكرة الجزائرية والكرة التونسية مع كل الاحترام. نتكلم على اللاعبين يقولك انو اللاعبين مغرورين او جمال بالماضي مغرور. فرق ما بين انك تكون مغرور او ما بين عندك كاريزما وعندك شخصية وتدير قيمة لروحك. قالك هما يتكلموا على روحهم كأنهم برازيل. كيما نتكلموش على روحنا على شكون نتكلموا؟ نتكلموا على سيادتك او نتكلموا على المنتخب التونسي اللي هو منتخب تعيس للاسف الشديد. كمنتخب تونسي نتمنى له انه باش يكون من احسن المنتخبات يفوز بألقاب يكون في المستوى، ولكن المدرب اللي عنده حاليا صراحة تعيس واللاعبين اللي عندكم لاعبين محترمين بإمكانيات بسيطة، نتمنى لهم إن شاء الله يديروا حاجة مستقبلا. أنا نحبك أنت كمحلل رياضي أنك تركز على المنتخب تاع بلدك تونس وتناقشه وتحله وتنتقد إيجابيا باش يتطور المنتخب التونسي، على انتقاد وتتكلم على المنتخب الجزائري اللي هو بعيد عليك كل البعد بسنوات ضوئية، سوى في المستوى، سوى في الأداء، سوى في النتيجة اللي ما تقدرش تحلل وتناقش وتتكلم. الحمد لله المنتخب الجزائري ليس منتخب منفوخ إعلاميا كما تكلمت، بل منتخب قولا وفعلا بالنتائج هي اللي تتكلم عليه، والمنتخبات والأفرقة كرة قدم تتكلم ونحكم بالنتائج. لا توجد لا عاطفة لا أي شيء، النتائج هي اللي تبين لك وهي اللي تبرهن لك على مستوى أي فريق أو أي منتخب. اللاعبين أو جمال بالماضي، عمري ما شفت جمال بالماضي أو اللاعبين تاع المنتخب الجزائري قالوا كلمة ماشي مليحة في تصريح فيها تكبر أو غرور أو قال لك نفوز على أي منتخب. لا بالعكس، جمال بالماضي يحترم دائما كل المنتخبات، يقول لك نحترم كل الخصوم، انا نلعب ضدهم، نقدم كره نظيفه، هدفي اني المهم اني نفوز على اي منتخب يلعب ضدي. واللاعبين تاع المنتخب الجزائري عمري ما شفت منهم قالوا كلمه سيئه، ليس لاني جزائري بالك نقول عليهم هكا، ولكن عندك اليوتيوب، عندك تصريحات لاعبين جزائريين تقدر تشوفها. جامي ما شفت لاعب جزائري تكلم او قال حاجه بغرور، لا. دائما يتكلموا ان شاء الله فزنا بالمباراه، نديو المباراه للشعب الجزائري، ان شاء الله نفوز بالمباراه الجزائريه ونحترموا الخصم. دائما يتكلموا باحترام
بواقعية وبمنطقية، ولكن المحلل الأخ التونسي يقول لك كلامك غير منطقي تماما. من أول كلمة قلتها أن المنتخب الجزائري منفوخ إعلاميا، ومن بعد تقول اللاعبين الجزائريين مغرورين. ما فهمتش أنا، سوا ريحت معاهم في طابلة، هدرت معاهم، غير منطقي تماما. حاول أنك ترتقي بفكرك أو تتكلم بطريقة منطقية، وأعطينا جمل مفيدة نقدر نستفاد من تحليلك. ولكن للأسف تحليلك وطريقة كلامك تدل فقط إلا على الغيرة وعلى ممكن الخسارة اللي في كأس العرب ما زالت تحرك في القلب، أو الخسارة اللي تلقاها المنتخب التونسي في رادس ضد المنتخب الجزائري ما زالت تحرك فيك أو تقلق فيك. أنا بالنسبة لي أنا خسارة المنتخب التونسي 2-0 أمام المنتخب الجزائري اللي هو بطل إفريقيا هي نتيجة جد محترمة ومتواضعة. وأنا متأكد، صدقني متأكد، لولا الأخوة لما بين تونس والجزائر كان المنتخب الجزائري كان قادر يمد المنتخب التونسي في هذه المباراة 4 و5 و6. ولكن كاحترام على ما اظن انه عطاوكم زوج، قال لك فيها بركه باش نبقاو اخوه وتبقى هذيك المحبه دائما، ودائما موجوده المحبه والاخوه ما بين الشعب الجزائري والشعب التونسي. دائما نرجع ونقولوا احنا نناقشوا الافكار وليش الاشخاص او جنسياتهم. هذا التونسي كي غلط انا تكلمت عليه ورديت عليه لانه تكلم على المنتخب الجزائري وتكلمت على افكاره اللي هي غلطه او غير منطقيه. حتى مواطن تونسي اللي راه يتفرج فيا ويعرف كره قدم راح يقول لك هذا الانسان كلامه غير عقلاني تماما على المنتخب الجزائري او اللاعبين الجزائريين. المهم تحيه لكم كبيره، معكم خليفه علال من الجزائر، كل الحب والاحترام للجميع. السلام عليكم.